هذه لقطة في شوارع مكاو تتميز مكاو طبعا بكثرة الكازينوهات اللي فيها، كازينوهات الغمار طبعا. مباني حديثة، شوارع نظيفة، الدخول لمواطني مجلس التعاون للعلم يعني في المطار في نعمل فيزا في كونتر خاص للفيز، قيمة كل فيزا 100 دولار هونغ كونغ تقريبا 50 درهم إماراتي أو 50 ريال سعودي قيمة الفيزا الدخول إلى ماكاو. شوفوا المباني كيف حديثة، اللقطات عن مدينة ماكاو الصينية. إهداء طبعا للجميع بشكل عام ولمنتدى العرب المسافرون ولمنتدى زاد المسافر بشكل خاص، تغرير بسيط إن شاء الله يفيد كل من يزور مدينة مكة. هذا البرج تشوفونه لما تجي صوب البرج، شوفوا المبنى هاي كيف شكله غريب. جراند لشبونه اسم المبنى الاصفر هذا، جراند لشبونه الصراحه مبنى ولا اروع. عن مدينه ماكاو درجه الحراره اليوم 16، تاريخ اليوم 7/2/2012 الساعة 11 صباحا. هاي لقطة من أحد المعالم السياحية الشهيرة جدا في مكاو، هذا الجدار اللي بنوه البرتغاليين. هاي كانت كنيسة هني، بس هذا اللي متبقي من الكنيسة، هذا الجدار. السواح، شوفون السواح كلهم هني. شوف السواح مكثرهم، يعني وجهة سياحية لازم السواح يمرون هالمكان. هذا الجدار تلقونه في كل صورة في لجزيرة مكاو. احنا ما زلنا في السيتي سنتر في مكاو. شوفوا هاي احد المباني التاريخية اللي بنوها البرتغاليين، هاي واحد من المباني، هذا السيتي سنتر. الصينيين حركات الصينيين ما يوزون عن حركاتهم. على فكرة المتبقي من البرتغاليين في
في مدينة مكة، وحاليا في حدود 2000 شخص المتبقي، وعدد السكان حاليا سنة 2012 500 ألف شخص، منهم 2000 في حدود 2000 إلى 3000 برتغالي. هذا السيتي سنتر في مدينة مكاو، نظيف، شوارع نظيفة، فنادق ولا أروع، بس طبعا كمدينة سياحية لازم فيها نوع من الغلاء في الأسعار، وهي شيء طبيعي في أي مدينة سياحية. شوفوا حركات الصينيين والأشكال اللي يسوونها، الملاحظ في هونغ كونغ وفي ماكاو يا جماعة، السنطرة يوسف أفندي، شير يوسف أفندي، هاي كل مكان منتج، ما دي يتفائلون بما دي سالفتهم، في المحلات في أماكن كثيرة، يعني هاي شير السنطرة، هاي تغرير مصور بالفيديو لجميع من لكل من يحب ان زيارة مدينة مكة. مدينة مكة على فكرة يبغي لها من ليلة الى ليلتين فقط، اما هونغ كونغ على الاقل خمس ليالي. هذا علمهم، علم مكة الاخضر، وتلاحظون هنا بعض الاعلام البرتغاليه موجوده حاليا بعد. نشوفكم في تقرير ثاني، اشوف في لقطه ثانيه ان شاء الله، والسموحة على التقصير، وحاضرين لاي سؤال يخطر على بالكم، وان شاء الله نكون وفينا في التقرير هذا. واشكر جميع من يزور قناتي، و الشكر موصول أيضا للأخوة في منتدى زاد المسافر والعرب المسافرون. هذه لقطة من شوارع مكاو، هذا المبنى جراند فندق وكازينو جراند لشبونة، أسفل المبنى. شوفوا كيف روعة التصميم، وهاي شوفوا ان الاوتيل الثاني الاصفر هذا، هذا طبعا اشهر مبنى في ماكاو، اشهر مبنى في كل الصور تشوفونه، اي صورة عن ماكاو تلقوا تشوفون الصورة. طبعا مثل ما قلنا لكم، مدينة ماكاو تشتهر بكازينوهاتها، كل الاوتيلات فيها كازينوهات، في كل مكانها كازينوهات، كازينو القمار اقصد يعني. جوها ولا اروع، شوف الدنيا كلها غيم، حمين يومين.